مين فينا ما بيعشق الجيمز؟ ومين فينا ما بيحب يكون القائد والمسيطر في كل الحالات؟ وصدقوني الهزيمة شعورها صعب جداً. فكل شهر في عالم الفيديو جيمز في تصنيفات ومراتب، ألعاب تتراجع لتحتل مكانها ألعاب جديدة. بفقرة فيديو جيمز رح نتعرف على أفضل 5 مراتب توب 5 لهالأسبوع ضمن مواعيد إصدار الألعاب. خلونا نتابع من نمبر 5 to نمبر 1. نمبر 5 لعبة فورزا موتور سبورت 6. إذن ها هي مايكروسوفت وفريق التطوير تيرن 10 يعلنوا عن الجزء السادس من سلسلة ألعاب السباقات فورزا موتور سبورت لجهاز اكس بوكس 1 من خلال حدث نورث امريكان انترناشونال اوتو شو، بحيث مايكروسوفت تتعاون مع شركة فورد لجعل السيارة الجديدة فورد جي تي إحدى السيارات القابلة للعب، بالإضافة لتواجدها على الغلاف الرسمي للعبة. نمبر 4 لعبة برو ايفوليوشن سكور 2016. شركة كونامي أعلنت عن تفاصيل كثيرة للعبة. أول الأخبار هو احتفال كونامي بمرور 20 عام على لعبة بيس، ولهذا السبب صار شعارهم حب الماضي ولعب المستقبل Love the past, play the future. واللعبة رح يكون فيها نظام التحامات جديد ونظام دفاعي جديد، وتم تطوير الحراس في اللعبة، وتم تحسين قتال اللاعبين على الكرات الهوائية، والكرة تم تحسينها بحيث انها رح تتأثر بالأجواء. وأيضا كونامي أعلنت انها جددت عقد شرائها لحقوق بطولة دوري أبطال أوروبا، والعقد رح يستمر لثلاث سنوات. نمبر 3 لعبة ديستني ذا تيكن كينج. من بين الأمور المهمة اللي قام فيها فريق التطوير أكتيفيشن وبانجي بأخذها بعين الاعتبار عن تطوير ديستني ذا تيكن كينج هو ناحية تحسين طريقة رواية القصة وطريقة إيصالها لعشاق السلسلة، وبحيث تم تقديم قصة مركزة أكثر وبأسلوب مباشر في سرد وقائعها. نمبر 2 لعبة ماد ماكس. أحداث اللعبة رح تدور في بيئة صحراوية ضخمة، وتبدأ القصة بتعرض الشخصية الرئيسية لعملية سطو تنتهي بسرقة مركبته وتركه وحيد ليموت في الصحراء الشاسعة. وبما إنه البيئة الافتراضية في الصحراء ضخمة، رح يتوجب على ماكس البحث على طعامه من خلال صيد الطيور لاستعادة حالته الصحية الكاملة. واللعبة تعتمد على المركبات المسلحة بدرجة كبيرة للتنقل من منطقة لأخرى. نمبر 1 لعبة Metal Gear Solid V The Phantom Pain. بتقرير المتاجر لمبيعات اللعبة خلال أول يومين، نسخة البلايستيشن 4 من اللعبة اتمكنت من بيع 80% من إجمالي شحنتها، بينما نسخة بلايستيشن 3 اتمكنت من بيع 60% من إجمالي الشحن. والتوقعات تشير إلى أنه 500,000 نسخة رح تكون مباعة خلال أول أسبوع. وأما عن أحداث اللعبة رح تكون في عام 1984 وتتبع قائد المرتزقة بيك بوس، حيث يذهب في مغامرة عبر أفريقيا وأفغانستان خلال الحرب السيفويتية، رغبة في الانتقام من الناس اللي دمروا قواته وحاولوا قتله.